تميزت في حب الخير والعطاء ليكون مثالاً واقعي وحي لشبابنا العربي الطموح المثابر. بدايته بسيطة وانطلاقته بدأت في خطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي في ضيفي الأكثر تميزاً في هذه الحلقة، السيد موسى دعيس، صاحب مكتب دعيس للنقل. أهلا وسهلا فيك سيد موسى، منورنا عبر الشاشة. السيد موسى دعيس طبعاً هو معروف وغني عن التعريف وأشهر من أن يعرف صاحب مكتب موسى دعيس للنقل. أهلا وسهلا فيك سيد موسى، منورنا عبر الشاشة برنامج حكاة أردن. أهلا وسهلا فيك، الله يسعد مساك ومساء المشاهدين. في البداية عرف السادة المشاهدين أكثر من هو السيد موسى دعيس وكيف بدأت مسيرة نشأة حياته. أول شيء مسيرة حياتي، أنا بلشت من عمري 13 سنة ونزلت أشتغل بياع قطع سيارات. نعم. لغاية 18 سنة، طبعا خدمنا سنتين خدمة جيش خدمة العلم. نعم. وبعدين طلعت اشتغلت على شاحنة على بلوط. فاشتغلت مدة يعني حوالي 20 سنة، وبعدين الآن فتحت مكتب نقل والحمد لله رب العالمين، يعني صار عندي شاحنات وبودي للتجار شاحنات يحملوا خضار وفواكه للخليج، دبي، قطر، عمان، البحرين، السعودية، وهيك تطورت شركة مكتب موسى دعيس للنقل. هلا انت استاذ موسى من عمرك 13 سنة وانت في المجال هذا، من عمرك 13 ل 18 سنة صرت بعدين سائق للشاحنات، بعدين افتتحت مكتب موسى دعيس للنقل. نعم. اكيد من افتتاح المكتب او من افتتاح مشروعك واجهت بعض الصعوبات او نحكي تحديات، ما الصعوبات التي واجهت مكتب موسى دعيس للنقل وكيف تخطيت؟ والله يعني الحمد لله ما في صعوبات، هو شغلنا يعني يعتاز صدق وأمانة. نعم. والحمد لله ما في صعوبات، يعني أنا نزلت أشتغل والآن صار لي 12 سنة في مجال النقل، والحمد لله رب العالمين ما في صعوبات، لأنه ما عندنا غير الصدق والأمانة وشغلنا يعني ما في أي صعوبات، يعني شعاركم صدق والأمانة. نعم. مكتب موسى دعيس أكيد لك أستاذ موسى جولات خارج الوطن العربي، ممكن تحكي لنا في مجال النقل، ممكن تحكي لأستاذ المشاهدين أكثر عن جولاتك خارج الوطن العربي في هذا المجال؟ والله إحنا أنا بالنسبة لي يعني لا في كل بلاد، من عمان، دبي، قطر، السعودية، الكويت، سوريا، لبنان، مصر، هاي كلها البلاد زرتها من خلال عملي. نعم. إيش اللي بتصدقه خارج الوطن العربي؟ نصدر كل شيء اصلا، هو يعني دكتور السواق الشاحنه زنبرك حركه الشرق الاوسط، هو بيجيب للمواطن كل ما بيعتازه من الابره لغايه يعني كل شيء مستهلك، ملابس، اكل، شرب، ادويه، فالسواق بيجيبها من بلد لبلد وهو زنبرك حركه الشرق الاوسط، يعني عامل مهم بالنسبة للبلدان الثانية أو للناس، عامل مهم، هو يعني شغله شاق، بيسهر الليل وبيمشي بالليل وبالنهار وتعب وعذاب، يعني شغله شاق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من العذاب. صحيح. كيف اللي شغله سفر؟ فالسواق يعني عمله شاق جدا. بتستوردوا نفس الشيء كمان بتصدروا؟ احنا نقل. نقل، احنا نقل، يعني احنا ننقل البضائع للتجار. نقل. من اكيد يعني كل مكتب له خدمات وله مميزات واكيد لكم منافسين بهذا المجال، ما الذي يميز مكتب موسى دعيس للنقل عن غيره من المكاتب الاخرى؟ والله هو اكيد في منافسين كثير، لكن اللي بيميز مكتبنا عن مكاتب أخرى الحمد لله الصدق والأمانة. نعم. إن شاء الله دائما شعاركم الصدق والأمانة في هذا المجال، من نجاح لنجاح. أستاذ موسى بدنا تحكي لنا شوي وتعرف السادة المشاهدين مقصود بالترانزيت في قطاع النقل، تعرفهم أكثر بهذا المجال. بالنسبة للترانزيت، هو يعني الترانزيت هلأ من عمان للبحرين هذا اسمه ترانزيت. نعم.
بمرور في بلد اسمها السعودية، بيطلع من عمان الأردن للسعودية للبحرين، هذا اسمه ترانزيت. طبعا يكون ممنوع واقف بالسعودية، بده ضل ماشي بحطوله طريق معينة يمشي ترانزيت إلى البحرين. ترانزيت لدبي مرور في السعودية دبي، ترانزيت عمان مرور بالسعودية دبي عمان، بس محطة الأساس اللي هي عمان. أيوة نعم، البلد المقصود بتكون عمان. بتحب توجه رسالة لنقاب السواقين برئيسها أبو يزن الداود؟ والله صراحة رئيس النقابة أبو يزن الداود زلمة كتير محترم جدا، وساعدنا كتير وماشي معنا بما يرضي الله، ولكن يعني كل الشكر والاحترام له، لأنه ما قصر بالنسبة لقطاع النقل نهائيا، ما قصر معنا وماشي معنا، ولكن يعني شوية صار في تقصير بالنسبة للجائحة الكورونا، هي أيوة هي شوية أثرت على شغلنا، فتعرف يعني أمر دفاع ما بيقدر يسوي لنا أي شيء، لأنه أمر دفاع، وهو يعني شو بطلع في إيده بيساعدنا ربنا الله، إنه نهائيا ما بيقصر. نعم، كل الاحترام للسيد أبو يزن داود رئيس نقابة السواقين في مجال النقل. أكيد جائحة كورونا الله يشافي كل مريض، والله يعافينا من هذه الجائحة الذي أثرت بشكل الوضع، خربت الوضع الاقتصادي في هذا البلد. سيد موسى، كيف ترى وأكيد وضع النقل، إيه التطورات أنت كيف بتشوف تطور هذا القطاع لقدام شوي؟ والله قطاع النقل حاليا يعني صراحة قطاع مدمر، يعني احنا حاليا يعني شغلنا 3-4 اشهر بالصيف، وبقيت الاشهر قطاع النقل شبه واقف، والان يعني احنا بشهر 12 يعني نهائيا ما في حركة، نهائيا متجمد كليا قطاع النقل. فيعني ان شاء الله انه الايام الجاي السنين الجاي بلكي سنة 2021 تكون افضل واحسن ان شاء الله. مكتب موسى داس للنقل اكيد في لك نظرة مستقبلية، شو انت تشوف حال المكتب بعد 5 سنوات؟ اكيد انك انت تطمح للتوسع في اماكن اخرى في هذا إن شاء الله، إنه حاليا أنا إلي فرع واحد، وإن شاء الله يعني بشوف حالي بعد 5 سنوات إلي أفرع في جميع بلدان العربية إن شاء الله. إن شاء الله أكيد سيد موسى يعني أشهر من أن يعرف. بدنا رسالة للشباب وخاصة الشباب العاطلين عن العمل والشباب اللي يتعاملوا بثقافة العيب، شو ممكن أنك توجه لهم رسالة أن يطمحوا أو يصلوا لهذا المجال؟ والله نعم، يعني أنا بنصح كل واحد يعني عاطل عن العمل، يعني خلينا نحكي بشكل عفوي، زي ما علمونا الختيارية بقول لك المثل اشتغل بدينار وحاسب البطال. فيعني أنا بنصح كل إنسان يعني ما يقعد عن العمل أو إنه يكون عاطل عن العمل، بإمكانه يشتغل أي شيء، وهذا القطاع يعني هو بدك تقولي يعني سهل جدا انه انسان يتعلم السواقه ويتابع رخصته ويجيب رخصه جميع السيارات، وبيقدر يطلع باي شاحنه ويشتغل زيه زي غيره، لكن ما بنصح اي انسان انه يكون عاطل عن العمل، حتى الانسان شو ما اشتغل مش عيب، يعني الشغل عمره ما كان عيب. فانا رايي انه الانسان يعني لو بروح على سوق الخضره يشتغل عتال مش عيب، لكن ما انه يوقف عن عمله. نعم اكيد سيد موسى حديث معك لا يمل. كيف ترى التعاون بين السائقين وخاصه في مكتب سيد موسى داس؟ تعاون السائقين هم اخواني وزملائي، والتعامل بيننا يعني كل احترام وتقدير. بعدين بالنسبة للسواقين يعني هم السواقين بيعانوا كتير، عملهم صعب
وزي ما سبق قلت لك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من العذاب، كيف اللي عمله سفر، فهذا يعني الله يكون له معين بالنسبة للسائق صراحة، يعني فيش واحد بتعب قده، بعدين شغله دوامه 24 ساعة، مسؤول عن بطاعة يوصلها، مسؤول عن موتورين، موتور الراس اللي يمشي فيه وموتور التبريد اللي عشان يبرد على البضاعة. فالسواق صراحة ما في إنسان بتعب قد السواق، ما في إنسان نهائيا بتعب قد السواق، بغيب عن أهله، بيطلع من بيته بصل يرجع ما يرجع، صراحة إنه شغلة كتير شاقة وكتير متعبة، والله يعطيهم ألف عافية السواقين. كل الاحترام لكم، يعطيهم ألف عافية. أكيد لحلقتنا لا تمل سيد موسى، لكن حلقتنا قاربت على الانتهاء. أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة نود أن نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للسيد موسى دعيس، صاحب مكتب موسى دعيس للنقل، على وجوده معنا عبر برنامج كفاءة أردنية. كل الاحترام إلى سيد موسى، ونورنا مرة أخرى عبر الشاشة. شكرا 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 لكم، شكرا، الله يعافيك.